لك محمود. إذن هذه هي المشاركة حتى الآن، أكثر من 70,000 منكم صوتوا على ذلك، و70% منهم قالوا إن الأمور ستتعقد في البحرين بسبب هذه الأحكام. دعوني أرحب بمجموعة جديدة وجولة جديدة من الحوار الهاتفي. أرحب بكم جميعا. رجاء كاظم، دكتورة رجاء كاظم من المنامة، يا طبيبة تقول إنها حضرت المحاكمات وكانت معتقلة لمدة 44 يوما. دكتورة رجاء أهلا بك. أهلا. أود أن أسألك، هذا الانقسام الذي أشرنا إليه قبل قليل هل ينطبق أيضا على الأطباء في البحرين؟ هل هم أيضا منقسمون أم يدعمون زملائهم؟ للأسف طبعا في شريحة كبيرة طبعا مساندة للأطباء، ولكن هناك شريحة نقدر نقول بسيطة معارضة للأسف، وطبعا الموقفهم مستغرب جدا، لأن يعني ما لاقيين ليه تفسير، يعني ليش هالانقلاب ضد زملائهم اللي عاشوا معاهم، يعرفون طبيعتهم، يمكن في منهم دربوهم عاشوا معاهم. يعني انت تعرف احنا في المراكز الصحيه او في المستشفى احنا نكون كاسره واحده، طول عمرنا كنا كاسره واحده، ولم يكن هذا الانشقاق موجود قبل الاحداث هذه. وهذا يتسبب لك بالقلق كبحرينيه او كطبيبه؟ طبعا على الصعيدين، طبعا اولا كطبيبه، لان الكثير من الزملاء الاطباء والطاقم الطبي بما فيهم انا موقوفين عن العمل، ولا زلنا لا نعلم لماذا موقوفين عن العمل. طيب بتحبي تطرحي هذا السؤال على احد المسؤولين في البحرين؟ السؤال مطروح وموجود على طاولة المسؤولين في وزارة الصحة. خلينا نغتنم هذه الفرصة ونطرحه على ضيفنا التالي معنا الآن على الخط بالأقمار الصناعية، الوكيل المساعد للمتابعة بوزارة حقوق الإنسان البحرينية، وهو السيد خليفة يوسف الكعبي. أرحب بك أستاذ خليفة. أهلا وسهلا. يا هلا بك يا هلا بك. أولا بالنسبة لما طرح حتى الآن، ما قالته الدكتورة رجاء كاظم، ما هو، هل لديك رد أولا على ما سألته؟ بداية ما قام به الأطباء ليست كما يدعون أنهم حكموا بسبب قيامهم بأداء واجبهم في علاج المرضى أو المصابين كما يدعون، ولكن الأطباء قاموا بجرائم جنائية معاقب عليها في القانون العقوبات البحريني وفي قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والمفرقعات. فيتبين أن الأطباء لم يحاكموا بقيامهم بواجبهم، وإنما لارتكابهم جرائم معاقب عليها في القانون. بس أنت تعرف جيدا أن الانتقادات الموجهة للبحرين اليوم هي ليست لأنها حاكمتهم بهذه الاتهامات، ولكن بالدرجة الأولى للطريقة التي تمت محاكمتهم فيها. أخي العزيز، هل هناك طريقة معينة لمحاكمة طبيب ارتكب جناية؟ أن لا يحاكم في محكمة عسكرية مثلا؟ أنت تستمر محاكمته أكثر العزيز من 10 دقائق مثلا؟ أستاذي العزيز، أنا ببين لك أن هذه ليست محكمة عسكرية، هذه محكمة سلامة وطنية، وتطبق كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون العقوبات والإجراءات البحرينية. هل هي المحكمة العادية اليومية التي تعالج القضايا الجنائية في البحرين؟ أخي العزيز، إنشاء محاكم السلامة الوطنية جاء نظرا لقيام حالة من حالة عدم الاستقرار الذي يتطلب فيه قيام حالة السلامة الوطنية المنصوص عليها في الدستور. وهذه المحاكم تحاكم من ارتكب أفعال أدت إلى قيام هذه الحالة. طيب أستاذي الكريم، دعني أقول أدعو ندى ضيف من المنامة، وهي طبيبة محكوم عليها بالسجن 15 عاما للمشاركة في هذه الدردشة. دكتورة ندى أهلا بك. أهلا بك، مرحبا. يا هلا بك. أي شيء تضيفيه تردين على الأستاذ خليفة؟ في
في الواقع أنا يعني أرحب بالأستاذ خليفة، وكنت أتمنى حضور وزيرة حقوق الإنسان ووزيرة حقوق الصحة شخصيا للرد على تساؤلات تجول بخاطري. وبما أنها الوزيرة المنوطة بما يخص قضيتنا، فالأحرى بها أن تكون موجودة وترد على ما تساؤلاتنا. نحن في البرنامج دكتورة ندى نرحب بالذي يقبل أن يأتي إلى البرنامج وأن يرد على أسئلة الناس، فإذا لم يقبلوا فهذا ليس للأسف تحت بتصرفنا. عندي سؤال له. تفضل. هل يؤكد أن ما جاء في حديث ما يسمى بوزارة حقوق الإنسان أن تم توفير كافة الضمانات القانونية والحقوقية لنا كأطباء في هذه المحاكمة، هل يستطيع أن يؤكد ذلك؟ أستاذ خليفة. نعم. نحن راقبنا المحكمة، وكانت المحكمة مفتوحة لكل المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، وهي نفس المنظمات التي الدولية أو الدولية، وتوفتهم كافة الضمانات. وبالدليل أن التهم التي وجهت إليها وبموجب صدور الحكم، الجرائم هذه التي ارتكبت تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. معلش أستاذي الكريم، أنت قلت أنه دعوتم المنظمات لمراقبة إجراءات المحكمة. لأكمل نقطة واحدة، يوم الحكم يوم 29 تم الحكم عليهم بقضايا وبرؤوا من قضايا أخرى، فكيف لا تكون هناك عدالة وضمانات؟ يعني هذا هو دليل العدالة، أنهم برئوا من أمور وحكم عليهم ب15 سنة لأمور أخرى، هذا هو الدليل؟ أخي العزيز، أوضح نقطة الضمانات. للمتهم أن الاتصال بأهله ومحاميه، وأن يعلم بالتهمة التي ارتكبها أثناء التحقيق. طيب، هل هذا ما عرض عليكم دكتورة ندى؟ على درجتين. سامحني أستاذ خليفة لكي أتأكد بس من الدكتورة ندى، لأنه هي أيضا حكم عليها، هل هذا ما عرض عليكم؟ هل هذا ما توفر لكم؟ أرد على هذا السؤال لاحقا، ولكني لي تعليق. هو يقول أنهم دعوا المنظمات للحضور إلى محاكمتنا. نعم، حضر مجموعة من ممثلين المنظمات. هل يا سيدي قرأت البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان نافي بيلاي؟ ماذا قال عن محاكماتكم؟ ثاني شيء. طيب، هذه نقطة طرحتها أنا قبل لحظات. بالنسبة للأمر الآخر، عما إذا ما كانت توفرت لكم الأمور التي قال الأستاذ خليفة يوسف الكعبي بأنها وفرت للمتهمين، هل وفرت لكم؟ أسرد لك النقاط التي في بالي وكانت تؤرقني. طيب، خليني بس للاستعجال دكتورة ندى، سامحيني، خليني أعطيك بعض الأمثلة وتقولي لي نعم أو لا إذا ما توفرت لكم هذه الأمور. المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال: سمعنا أنباء عن اتصال محتجزين بعائلاتهم قبل يوم من جلستهم يطلبون منهم توكيل محام قبل 24 ساعة، هل حدث هذا معك؟ هذا حصل بالضبط، لم يلتقوا بمحاميهم إلا في يوم الجلسة، في يوم جلسة الحضور للمحكمة العسكرية يا سيدي. طيب، هل يعقل هذا في بلد القانون؟ هذه نقطة. نقطة أخرى من الاتهامات أيضا من مفوضية الأمم المتحدة: لم تحقق المحكمة في اتهامات التعذيب ولم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة، صحيح أم لا؟ هذا صحيح جدا، وأنا تقدمت وتقدم المحامي بطلب لرئيس المحكمة لأن أتحدث وأقول أمام المحكمة ماذا حصل لي، ورفض القاضي ذلك. مجموعة من زملائي صرخوا أثناء المحكمة لقد تعرضنا للتعذيب. أستاذ خليفة، كيف يمكن أن تدعوا أنها كانت إجراءات عادلة إذا ما كان المحتجزون يتصلون بعائلاتهم قبل ساعات من بدء الجلسة؟ أستاذي، هذا كلام مرسل.
الإجراءات التي اتبعتها المحكمة إجراءات صحيحة ومنصوص عليها في القوانين البحرينية، وكذلك منصوص عليها في الاتفاقيات التي البحرين طرف فيها. فترك لهم الاتصال، فسمح لهم للاتصال بذويهم ليس كما تدعي الأستاذ ندى أن تم قبل المحكمة، هذا غير صحيح. يعني هي تكذب في هذا الموضوع؟ لا، أنا لا أقول أنها تكذب، ولكن لكل من يدعي ما يشاء، ولكن علينا هنا أن نبين أن المحكمة وإجراءات التحقيق قبل المحكمة سارت وفق القوانين المعمول فيها في مملكة البحرين. معلش اسمع مني هذه الكلمة، لك أن تطلع على محاضر النيابة العسكرية. لم هل يعقل أن المتهم يحضر نيابة ولا يوجد محامي عنه؟ لا يمكن أي قانون هذا. وإذا كان لم يتوفر محامي، المتهم لم يستطع أن يوكل محامي، فعلى الدولة أن توفر له المحامي. دكتورة ندى، سمعت هذه النقطة، سمعتها. أود أن أسأل دكتورة رجاء كاظم، معنا الآن على الخط، تتصل بنا من المنامة، تقول لنا حضرت المحاكمات. دكتورة رجاء، دكتورة رجاء كاظم. نعم. يا هلا بك. نعم. الاتهامات التي سمعتيها وجهت لإجراءات المحكمة لم تكن كما يجب. يعني أنا أحب أؤكد على ما ذكرته الأخت ندى، لأن أنا كنت في المعتقل وتم استدعاء المعتقلات مباشرة من أسرتهم كما دون علم. كنت معهم في غرفة واحدة، لم يتم إخبارهم بأنهم ذاهبون للمحكمة إلا عند استدعائهم في نفس اليوم، ولم يتمكنوا من رؤية المحامي الخاص بهم، بل بالعكس في منهم تم استدعائهم للتحقيق في النيابة العامة ورفضوا أن يحضر المحامي، ورفضت إحدى المعتقلات أن تؤخذ أقوالها دون وجود المحامي. طيب دكتورة رجاء، دكتورة رجاء، أود أن أعطي الفرصة هنا للأستاذ خليفة يوسف الكعبي. أستاذي الكريم، انتقادات، مجموع انتقادات ممن تابعوا المحاكمات، مجموع انتقادات ممن اتهموا، مجموع انتقادات شرسة جدا من المنظمات الدولية، هل تقول لنا أن هذه هي الإجراءات القانونية العادية في البحرين؟ نعم، هذه إجراءات عادية، ولكن من يصفها بأنها مختلفة أو مثل ما تفضلت أنها يعني حاكمت الأطباء، وهذا لا يجوز. أخي العزيز، القانون لم ينص على أن الطبيب إذا ارتكب جريمة لا يعاقب، هذا غير صحيح. القانون ينص على أن الطبيب يحق له محام يكون موجود معه في الجلسة، مش بيوم. نعم. الجلسة. نعم. فقط مش بيوم الجلسة فقط. نعم نعم، وهذا مثبت، هذا مثبت في المحاضر الرسمية أنه حضر أن معهم. كل طيب شكرا. من يريد يطلب حضور، من فيحضر له محامي. أستاذ خليفة يوسف الكعبي، علي أن أتوقف هنا، شكرا جزيلا لك. يبدو أننا هنا سوف نتفق على أن نختلف، أو على الأقل على الدكتورة رجاء والدكتورة ندى أن يقبلا بأن ما يقوله الأستاذ خليفة مختلف عن التجربة التي تقول دكتورة ندى إنها مرت بها.